يعطيكم العافية صبايا وشباب. بمحاضرة امبارح كنا انتهينا عند النقطة اللي بتتعلق بالاديسيون سور لي ديان كونجوغي. بنكفي محاضرتنا نوصل للباراجراف نيميرو 6 اللي هي رياكسيون دو سيكلو اديسيون، او في نسميها رياكسيون دو ديالس الدر. هيدي الرياكسيون بتصير بين اثنين رياكتيف اللي هن ديان كونجوغي و ديانوفيل. هلا ديان كونجوغي بنعرف كلنا شو بنعمل فيه ديان كونجوغي، اما الديانوفيل بنعني فيه يا اما دوبل ليزون كربون كربون او تريبل ليزون كربون كربون، يعني يا اما ارسين يا اما ارسين. هلا سات رياكسيون ان ميكانيزم كونسيرتي et conduit à la formation d'un produit cyclique. هلا حنشوفها نحن وياكم سوا لكان. ونسيسيت ان هوت تمبراتور، يعني ان شالور. كيف نحن بصير معنا هيدي الرياكسيون لكان؟ بكون في عندي انا هيدي الباراجراف كثير مهمه وبالوقت ذاته كثير كثير سهله. هون لكان بكون في عندي ديان كونجوغي. ولازم يكون الديان كونجوغي بهال وضعيه هيدي، يعني يكون الاثنين دوبل ليزون هن سيس بارابور على ليزون سيجما. هلا حارجع لهيدي النقطه. ديان كونجوغي وبوج منه ديانوفيل، انا تعمدت احطهم بهي الطريقه بس حتى ابينكم كيف بيصير معنا الميكانيزم. الميكانيزم بيصير معنا بالطريقه التاليه. هيدي البي اللي هون بتفك وبتلحم مع الكربون 5، فراح انا ارسمها بهالشكل هيدا. بعني فيها انه بتفك من الكربون رقم 2، اكيد حتضل على الرقم 1 وحتلحم بين الواحد والسانك. بطبيعه الحال لحتى يضلوا في عندي اوكتيه حوالين كل كربون، هيدا الكربون بتفك من السانك عشان صار في عندي ليزون جديده على السانك، وبتجي بتلحم بالكات. زيت الشيء هلا الكاتر حتفك عشان هلا صار في عندها ليزون جديده وبتجي بين الدو والتروا. هيدا الميكانيزم اللي كان هو عباره عن ميكانيزم كونسيرتي، مثل ما انتم ملاحظين كل الاسهم رسمناهم اون ميم تون. وشو بيطلع معي بهالحاله؟ بصير في عندي فورماسيون لنوفيل ليزون بين الكربون ان والكربون 5، اضافه ل ليزون بين الكربون 4 والكربون 6، بين الكربون 4 والكربون 6. يعني cette réaction conduit à la formation d'un produit cyclique. هيدي الرياكسيون لكن تعطيني produit cyclique. لكن اللي بصير نحن معنا هلا، لاحظ هلا اول شيء حتلحم، حيصير في عندي ليزون بين الواحد والخمسه والليزون بين الاربعه والسته. نحن هلا بين معنا انه اون اوبتيان ان سيكل ا سيس، لكن حطوها قاعده براسكم انه اون اوبتيان ان سيكل ا سيس ديالس الدر كوندوي على فورماسيون دان سيكل ا سيس. بهالسيكل ا سيس هيدي كيف بيكونوا موزعين الدوبل ليزون والسامبل ليزون؟ بين الواحد والخمسه مثل ما انتم ملاحظين بصير في عندي سامبل ليزون، بين الاربعه والسته حيصير في عندي سامبل ليزون لكن، و بين السانك والسيس حتصير كمان سامبل، وهون حتصير سامبل بين 3 وال 4 وبين ال 2 والان حتصير سامبل، وحيصير في عندي دوبل ليزون بين ال 2 وال 3. معنوا فيها منيح لكن هاي بصير سامبل، وهيدي هون كمان سامبل، وهيدي سامبل، وهيدي سامبل، وهيدي سامبل. اما هون بين ال 2 وال 3 بصير دوبل ليزون لكن c'est le produit de la réaction Diels-Alder. C'est le produit de la réaction Diels-Alder qui conduit à la formation d'un cycle A6. وحتى ببعض المراجع بيسموها réaction de cycloaddition. C'est une réaction de cycloaddition 4 plus 2. Réaction de cycloaddition 4 plus 2. شو بيعنوا فيها؟ رياكسيون دو سيكلو اديسيون 4 بلس 2. بيعنوا فيها انه حيصير في عندي انا
ادي صياغة كليك بين الاثنين، وحيكون في عندي اربع الكترون في بروفيان. هذه الاربع بعنا فيها انه اربع الكترون بروفيان دو ديان كونجوغي، ودوز الكترون بروفيان دو ديانوفيل. هيدي لكان هي ديال السؤال كيف بتصير معنا بشكل عام. اول ملاحظه بحكيها اللي مرقت معنا من شوي، انه لو ديان كونجوغي دوا اتر سيس بارابور على ليزون سيجما. هلا هون بالنسبه لنا نحن، هلا موضوع سيس وترانس ما له علاقه بالراجل دوكان هلا او الجروب بريوريتير. هون بعنا فيها يا صبايا وشباب انه الاثنين دوبل ليزون لازم يكونوا من الجهه ذاتها مقارنه مع ليزون سيجما. هيدي اس جاي من سيجما لكان اس سيس، واما بحال كان بشكل هيدا بيكون ترانس بارابور على ليزون سيجما. لو ديان كونجوغي دوا اتر سيس لكان، هيدي النقطه المهمه اللي ما نحكي عنها. و افترضوا كان في عندي ترانس، اذا كان في عندي ترانس منا مشكله ليه؟ علشان هون في عندي روتاسيون ليبر اوتور دو لا ليزون سيجما، وبالتالي فيني احول الاس ترانس لاس سيس ب سامبل روتاسيون اوتور دو لا ليزون سيجما. هيدا اول ملاحظه بالنسبه للديان. ثاني ملاحظه هي لا رياكسيون دو ديالس الدر، لا رياكسيون دو ديالس الدر اي فافوريزي avec un dien riche en électron et dienophile pauvre en électron. Lacan, la réaction de Diels-Alder est favorable si j'ai un dien riche ou un dienophile pauvre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette note? Akid riche, c'est un groupe donneur, dienophile pauvre, c'est un groupe attracteur. هون هلا كمان في عندي هلا مجرد ما تشوفوا هلا ديان كونجوغي وديانوفيل السي دوبل ليزون او ما لها علاقه بالديانوفيل، نحن قلنا بده يكون السان او السين وديانوفيل ودلتا ببعض الاحيان يمكن نحن ننسى نحطها بس مش مشكله. فاذا في عندي ديالس الدر، ديالس الدر كيف بتصير؟ هلا يمكن انا هلا كبادئ الامر هلا حط 1 2 3 4 لتعرف كل وحده وين كانت وين صارت، بس هي اللي فهمها لدغري خلص ببين معه. يعني انا هلا رح احكيها على الطريقه السريعه، وبعد منا بحال ما استوعبتوها رح رقم لكم اياها. حيصير في عندي الليزون بين هذا الكربون وهذا الكربون، والليزون بين هذا الكربون وهذا الكربون. انتبهنا؟ طلع عندي سيكل اسيس بالنسبه لليزون سيجما والليزون دوبل كيف بصيروا؟ طلعوا هيدي سيجما، هيدي حصير سيجما. راجعوا الميكانيزم كيف كان معنا فوق، هيدي سيجما، هيدي سيجما، وهيدي اللي فوق كمان حصير سيجما. الوحيدة اللي بتصير دوبل هي هيدي الليزون. لكن اللي فهمان دغري شو بيعمل؟ بيرسم لكن سيكل اسيس وبيحط دوبل الليزون بين الدو والتروا، بيحط دوبل الليزون بين الدو والتروا، بيعني فيها الدو والتروا يعني الاثنين كربون انترميديار تعول الديان كونجوغي. لكن سيكل اسيس ما بعد منه بحط دوبل ليزون بين الدو والتروا، وبعد منه بحط على كل كربون شو هو البرانش. لاحظوا هذا الكربون، هذا الكربون هي حطينا عليه الجروب الديد، وهذا الكربون حطينا عليه ميتيل، والكربون اللي تحت منه كمان حطينا عليه ميتيل. هلا بحال البعض ما كثير بعده لحد هلا متمكن منه ما لنا مشكله، مع الوقت حتلاحظوها كثير سهله ما تحكي الوهم. يتخيل دائما هودي الاسهم كيف بيصيروا معنا، وبعد منا يلحق كل وحده كيف بتصير كسامبل ودوب. واذا بدكم كمان كبيد الامر حرقم لكم اياهم اند تروا كات سانك سيس. لاحظوا هن 1 2 3 4 5 6 سي لو برودوي دو ديالس الدر. هون انا هلا بعد في نقطه ما علقت عليها اللي هي موضوع انه ديالس الدر هي فافورابل لما يكون في عندي ديان ريش وديانوفيل بوف.
كيف يعني فافورابل؟ يعني بتعطيني روندمون اعلى، بتعطيني روندمون اعلى. هون بهاي الحاله لاحظوا هلا الديان هو ريش اون الكترون. ليش ريش اون الكترون؟ عشان في عندي اثنين جروب دونر على الديان اللي هن ميثيل دونر بار اف بلس اي، لكن هون لكان ديان ريش. واضح؟ طيب الديانو في اللي عندي ايه؟ عندي ايه باور لا، عشان في عندي عليه جروب اتراكتر، فاذا ديانوفيل باور. مفروض لكن بهيدي الكونديسيون اللي عندي فيها ريش وباور ديان وديانوفيل لازم يكون في عندي الرندما اعلى. الرقم اللي بدي اعطيه هلا مش للحفاظ بس لحتى باكد على هيدي الفكره انه بيكون فافورابل. هون مثلا الرندما هو 90% لهيدي الرياكسيون لما يكون في عندي انا مثلا جروب ريش وجروب باور، مش بضروري يكون 90 بكل الحالات، بس اعطيكم مثلا هون لاحظوا كيف عندي رندما 90%. بينما بالرياكسيون اللي فوق يلي هي ما في عليها لا ديان ريش ولا ديانوفيل باور، يعني مثل ما هن موجودين، الروندمون هو 20%. هيدا يمكن ينطرح كسؤال كور انه جستيفي لا ديفيرونس انتر لي روندمون 20 و 90%. بنقول ساعتها انه بالثاني حاله في عندي ديان ريش وديانوفيل باور كي فافوريز ذا رياكسيون ديال سالدر. هون هلا كمان ضمن الديالس ألدر نكل نحن لحد هلا بعد ما مرقنا حالة الديانوفيل لما يكون في عندي بقلبه تريبل ليزون، يعني عبارة عن أرسين. فكرة هي ذاتها حيصير في عندي، ماشي حضرتك، رح بحكيها على الطريقة الستاندار، لكن هون نحن هلا بحل لنا 1 2 3 4 5 سي يساوي هون 1 2 3 4 5 6 6 ذات الطريقه. هلا اللي فهمان بيكون لاحظ شو هو الفرق، هي ذاتها اللي فوق، ولكن هون بين ال 5 وال 6 مش حيبقى عندي سيجما. نحن فوق بقى عندنا سيجما ليه؟ عشان البي تحركت. بينما هون لما البيت تتحرك هيبقى عندي دوبل ليزون. لاحظين؟ هيبقى عندي دوبل ليزون. رح يبقى عندنا دوبل ليزون. لكن كيف نحن هلا نكتب الجواب؟ كمان حيطلع عندي ستيكل اسيس، ودائما مثل العاده رح اقول في عندي دوبل ليزون حتتكون بين الدو والتروا، ولكن مطرح الكربون تعول لتريبل ليزون انا عاده بحال كان دوبل برسم انا شو بس سيجما. لما تكون تريبل بحط الدوبل ليزون سير البرودوي دو ديارس الدر. هلا كمان فيك تكون تفهموه بطريقه ثانيه او تحفظوه بطريقه ثانيه، هو انه لما يكون عندي الديانوفيل هو عباره عن دوبل ليزون يعني ارسان، بيطلع عندي دوبل ليزون واحده اللي هي بنحكينا عنها هون بين الدو والتروا. هون انتبهوا عند التروا كاتر هنا بس كرفرنس، يعني فين نحط ا بي سي دي اللي بدكم اياه. واما بحال كان الديانوفيل هو عباره عن تريبل ليزون حيطلع عندي اثنين دوبل ليزون بوجه بعضهم البعض، وتجور سيكل ا سيس اثنين دوبل ليزون بوجه بعضهم البعض. ماشي الحال؟ طيب ننتقل لفقره جديده اللي هي الاوكسيميركوراسيون. رجعنا احنا هلا هون للارسان. هلا هون في عندنا سيت اون ميثود دو بريباراسيون دان الكول. لحد هلا صار مرق معي طريقتين بحضر فيهم الكول اللي هن الايدروباراسيون والايدراتاسيون، وهي الطريقه الثالثه اللي هي عباره عن اوكسيميركوراسيون. شو عندنا ايش بدنا نحكي على الاوكسيميركوراسيون؟ مثل العاده حاط انا هون ألسان وحاط على كربون برونش اكثر من الثاني بس حتى اميز ماركوفنيكوف وانتي ماركوفنيكوف. الرياكتيف يا صبايا وشباب هن اسيتات دي ميركور دو. هيدي الاسي منا اليمون شيميك، منا اتوم شيميك، هيدي ابريفياسيون لجروب شيميك اسمه اسيتات. اسيتات لكن اسيتات دي ميركور دو
dans l'eau avec le THF, c'est un solvant THF. بنحطه كمرحلة الأولى وبعد منا البرودوي اللي بيطلع معنا بنحط له NaBH4 اللي هو ميليو ريديكتور. أول مرحلة نسميها أوكسيميركوراسيون والثانية هي ريدكسيون. طيب المحصلة لهالاثنين إتاب ومش مطلوب مني الميكانيزم هي إنه بيطلع معي الكول سيلون لراجل دو ماركوف نيكوف و Le deux groupes qu'on va ajouter henne OH qui est un nucléophile ou l'hydrogène qui est un électrophile. طبيعي هلا بما انه قلت انا انه هي عباره عن ماركوفنيكوف فاذا OH va sur le carbone le plus substitué او qui stabilise mieux la charge positive صرتوا بتعرفوا هاللحن هيدا والهيدروجين بالعكس الهيدروجين بالعكس لكن هي ماركوفنيكوف بلاش اللي بيصير معنا ونلاحظوا حطينا الكربون عفوا الـ OH على الكربون اللي بلو سبستيتوي والهيدروجين على الكربون اللي موان سبستيتوي صح الميكانيزم مش مطلوب منا ولكن بدي احكي عنه كلمتين كتير مهمين اولا بدول عنه انه هو نو باس با بار ان كاربوكاتيون نو باس با بار ان كاربوكاتيون لكن الميكانيزم لكن نو باس با بار ان كاربوكاتيون ومثل ما بقول عاده دائما اللي فاهمين حيعرف هلا اهميه هذه الفكره بما انه ما في عندي كاربوكاتيون فاذا ما فكر بالري ارانجمون هذه شغله كثير مهمه طيب الشغله الثانيه بالنسبه لهذا البرودوي شو وضعه بالاسباس مثل ما كنا نحكي عاده كنا نقول نحن انه حسب لدو كربون اس بي 3 فورمي لدو كربون اس بي 3 حسب الاثنين كربون اس بي 3 فورمي نعرف هلا هيدا البرودوي اللي هو بالبلون عباره عن برودوي واحد ولكن بالاسباس يمكن يكون اكثر من واحد لو دو كربون اس بي 3 سي فورم اون دو اون دو زيتاب يعني اللي بدي احكيه هلا هو اللي حكيته حرفيا بالهيدرو الوجيناسيون إذا زيرو كربون أسيمتريك يعني بيطلع عندي N برودوي دون الاسباس إذا N كربون أسيمتريك معناتها عندي ميلانج راسيميك R زائد S وإذا دو كربون أسيمتريك تعطيني أربعة برودوي تعطينا أربعة برودوي وأكيد بما إنه هي منا أديسون لا سن ولا أنتي حتكون هي نو ستيريو سبيسيفيك يعني عم جرب أذكركم بمحاضرة مبينة هيدا هو لكن الاوكسيميركوراسيون منا صعبة ابدا اهم شيء فيه انه ما بتمرق بكربوكاتيون هلا حتى نحن نعمل مقارنة بين ثلاث طرق اللي صاروا مرئين معنا مشان بريباراسيون للالكول اللي هن الايدروبوراسيون سويفي بار اوكسيداسيون الاوكسيميركوراسيون سويفي بار ريدكسيون والايدراتاسيون رح بعمل هول ثلاث طرق على البرودوي هو ذاته بس لحتى اذكركم او بالاحرى حتى اعمل مقارنه شو الفرق بين كل وحده والثاني يعني تقريبا كان عم راجع الترواب باراجراف لكن مع الهيدروبوراسيون سوري باراوكسيداسيون هي انتي ماركوفنيكوف ما بتمرق بكربوكاتيون يعني ما فكر بالارانجمون لو اش بتروح لوين بتروح على الكربون لموان سبستيتوي الهيدروجين على الكربون اللي بلوس سبستيتوي الهيدروجين هون لكان ولو اش هون طلع معي اول برودوي بحال نحن اجينا للاوكسيميركوراسيون اللي هي كمان منها صعبه مثل الهيدروبوراسيون هلا ال تي اش اف بحال ما كتبناها منا مشكله هي سيلون ماركوفنيكوف وكمان ما بتمرق بكربوكاتيون كمان ما بتمرق بكربوكاتيون هون بس الفرق بما انه هي ماركوفنيكوف حتكون عكس الهيدروبوراسيون حيطلع عندي او اش على الكربون بلس سبستيتوي والهيدروجين على الكربون لموان سبستيتوي بيطلع معي هيدا البرودوي لاحظوا هلا
شو حيصير معي بالإدراتاسيون، يعني اللي بدي احكيها لحكي قبل. إدراتاسيون اللي هي ماركوف نيكوف، ولكن سات رياكسيون باس بار ان كاربوكاتيون، يعني في عندي احتمال للريارانجمون. بما انه في عندي احتمال للريارانجمون اجباري بدي افكر، حتى لو كان السؤال كومبليتي اجباري بدي افكر بالميكانيزم لحتى اعرف اذا الكاربوكاتيون فورمي بيعمل ريارانجمون او لا. الكاربوكاتيون فورمي كيف بتكون معنا؟ سلون ماركوف نيكوف نوبتيان لو كاربوكاتيون لو بلو ستابل، يعني حيتكون هون مش هون. او بقول انه الهيدروجين بروح على الكربون لو بلو هيدروجيني او على الكربون لو موان سبستيتويي. كيف ما برمناها بيطلع معي هيدا الكاربوكاتيون لكان من الميكا بالميكانيزم. بتطلع بالكاربوكاتيون لكان في يعمل ريارانجمون من سيكوندير لترسيير. اكيد بعد كذا مرحله حيصير تكون عندي اوكزونيوم وغيرها. اخر شيء بنحط على كل كاربوكاتيون او اش بيطلع عندي، لاحظوا حطينا محل الكاربوكاتيون او اش وهون محل الكاربوكاتيون او اش، طلع عندي اثنين برودوي اكيد عندي واحد ماجوريتير وواحد مينوريتير. هيدا ماجوريتير وهيدا مينوريتير. لكن نحن هلا عملنا مقارنه لا باس بها بالنسبه لطريقه تحضير الالكول. حكينا عن ثلاث طرق ذكرنا فيهم عشان هن مرقوا معنا امبارح وطلعت معنا هيدي النتيجه. طلعت معنا هي النتيجه. هلا بنجي ل الأرسين. الأرسين راجل جنرال، الأرسين انتهى معنا والديان كمان انتهى معنا. هلا عندي أرسين CnH2n-2. الفونكسيون برينسيبال هو عبارة عن تريبل ليزون اللي هي مؤلفة من اثنين كربون اس بي. وعندي حيكون سيجما واثنين بي، والانجل هي 180 درجة. الانجل هي 180 درجة. حنبلش مباشرة بالنوموكلاتير. رح نبلش مباشرة بالنوموكلاتير. النوموكلاتير هي حرفيا مثل الأرسان، ولكن بدل ما يكون الترمينيزون ان اللي هو كان عندي اياه بالألسان بنحط ان، لكن ذات القواعد طول الألسان، ولكن بنحط محل الان ان. وذات الشيء مثل ما حكينا هونيك، الرقم اللي بيعبر عن البوزيسيون دو لا تريبل ليزون بنحطه قبل الترمينيزون، يعني قبل السوفيكس، او فينا نحطه بالاول مثل ما حكينا هونيك حرفيا. نجي لهون، نجي لهون. لكن شان برينسيبال اكيد عم تحكي عن حاله، اذا حطينا واحد اثنين حيطلع عندي ات ان ان. اكيد هلا هون كلنا متفقين على انه الرقم واحد بديهي هون، يعني مش معقول يكون في عندي 18 دو، اكيد حيكون 18 ان، لكن رقم واحد ما في داعي نحطه هون. لكن الشان برينسيبال هي هيدي الشان اللي بقلبها الدبل التريبل ليزون واكبر عدد من الكربون،
Ouais, on donne le numéro le plus faible à la fonction principale, yani à la triple liaison. Yani on commence par l'extrémité la plus proche de la triple liaison. Maintenant, tu chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Mais 1, 2, 3. À la chaîne, 2, أصغر من 3. بيطلع عنا 4 ميثيل. Pent 2-1 ou 4 méthyl 2-pentine. Enfin, 4 méthyl pent 2-in ou 4 méthyl 2-pentine. Alors, l'homme qu'on a en même temps dans le produit une double et une triple liaison, ça a été le produit que nous sommes enine. الان جاي من الدبل ليزون والان جاي من التريبل ليزون ونحن بالنسبه للتسميه السفكس حيكون بالطريقه التاليه بنحط الان قبل الان ومثل العاده بنحط النيميرو دو لا دبل ليزون قبل الان ونيميرو دو لا تريبل ليزون قبل الان هلا هون هلا شو هي القاعدة من الشين النوموكلاتيور لا شين برينسيبال اي لا شين كي كونتيان لي ليزون مولتيبل اي لو بلو غران نومبر دو كربون اكيد كي كونتيان لي ليزون مولتيبل اي لو بلو غران نومبر دو كربون بعد منا كمان نمرتي الى شان برينسيبال اون نيميرو دون لو سونس كي دون لو نيميرو لو بلو فابل على ليزون مولتي لك راح ارجع عيد لا شان برينسيبال اي لا شان كي كونتيان لي ليزون مولتيبل وبعني فيها كلمه ليزون مولتيبل يعني الدوبل ليزون والتريبل ليزون ثاني شيء كمان نيميرو تاع الشين برينسيبال اون نيميرو دون لو سونس كي دون لو نيميرو لو بلو فابل على دو على ليزون مولتيبل كي دون لو نيميرو لو بلو فابل على ليزون مولتيبل بغض النظر اذا هي دوبل او تريبل ليزون الاتجاه اللي بيعطيني الرقم الاضعف على بريمير ليزون مولتيبل رونكونتري هو اللي بنقيه وهون دائما عم بحكي عن برينسيب دو بريمير بوان دو ديفيرونس لكن لا شان برينسيبال الى شان كي كونتيان لي ليزون ملتيب اللي بلو غران نومبر دو كربون اون نيميرو دون لو سونس كي دون لو نيميرو لو بلو فابل على بريمير ليزون ملتيب رونكونتري برينسيب دو بريمير بوان دو ديفيرونس نجي هلا لاول ابليكاسيون هون هلا اذا بتلاحظوا بهالاتجاه اللي انا كاتبه عندكم على الورقه على الاكرون او بالاتجاه الثاني الارقام هي ذاتها يعني بلا معذب حالي واشرحها الارقام هي ذاتها طيب بحال في عندي ذات الارقام بالاتجاهين شو بنعمل؟ اون شوازي كل سونس هون لكن سي اون ا دو بوسيبيليتي كي دون لي ميم نيميرو الور On donne le numéro le plus faible à la double liaison. On donne le numéro le plus faible à la double liaison. La calme qu'on fait un des Z l'arm, بالاحتمالين, أكيد يبعنا فيها Z l'arm, la liaison multiple, يعني le double ou le triple. يعني هون مثلا, عند الأرقام هن 1 و 4. وهون عند الأرقام هن كمان 1 و 4 لما يكون في عندي زيت الارقام بالاتجاهين اون شوازي لو سونس كي دون لو نيميرو لو بلو فابل اكي على دوبل ليزون لهالسبب شو عملنا نحن نقينا هذا الاحتمال عشان بيعطيني رقم 1 للدوبل ليزون بينما بالاحتمال الثاني بيعطيني رقم 4 للدوبل ليزون بيطلع عندي التسميه التاليه
عندي هون 5 كربون، فإذا بنت بعد من بنحط آن وإين، بنحط رقم 1 قبل الآن ورقم 4 قبل الإين. اللي بعدها هيدي الشان برنسيبال اللي هي قدامكم. هلا كيف من رقمها؟ قلنا نحن on numéro dans le sens qui donne le numéro le plus faible à la première liaison multiple rencontrée. يعني شو معناتها؟ يعني on commence par l'extrémité la plus proche de la liaison multiple. بهالاتجاه اللي رسمه انا اول liaison multiple rencontrée بيعطيني رقم واحد. بينما بالاتجاه الثاني اللي انا مش كاتبه، يعني بحال رقمت واحد اثنين اتسترا، حيطلع عندي اول ليزون ملتيبل رقم اثنين، واحد اصغر من اثنين، فاذا هيدا الصح. طيب هيدا الصح، ما اختلفنا، هيدا صح. لكن هون في عندي تريبل ليزون، حطينا اين، عندي اثنين دوبل ليزون حطينا ديان. كلنا بنعرف إن لما يكون في عندي انا ديان شو بنعمل؟ ما بنحط مثلا ابت، بنحط ابتا، بنحط بنتا، بيتا، واضح؟ اكزا. لهالسبب هون عندي 7 كربون، حطينا مش ابت، حطينا ابتا مشان اللي بعد منا ديان، عشان احنا نقول احنا ابتا ديان مش ابتا ديان. هذه حكي عنها قبل، لكن حطينا اين، حطينا ديان و7 كربون، فاذا ابتا اكيد بعد من الارقام نحطهم 3 و 1. رقم 1 للتريبل ليزون لك، و 3 و 5 للدوبل ليزون. اللي بعده هون كمان مثل ما انتم ملاحظين هلا، هيدي هي الشانة برنسيبال عم تحكي عن حالها. إذا رقمت بهذا الاتجاه يلي أنا كاتبه أو بالاتجاه الثاني، يعني 1 2 3 4 5 6، بتلاحظوا إنه لي دو بوسيبيليتي دون لي ميم نيميرو أو ليزون ملتيبل، يعطوني ذات الأرقام لليزون ملتيبل اللي هن 1 و5 واحد وخمسة. مثل ما حكينا فوق، على حصرتنا بالتكرار للفكرة، مثل ما حكينا هون on choisit quel sens، on choisit le sens qui donne le numéro le plus faible à la double liaison، مش à la branche، لكن مش à la branche، à la double liaison. لها السبب بلشنا بالاتجاه هيدا، عشان هون بيطلع عندي رقم واحد، بينما بالاحتمال الثاني بيطلع عندي الرقم هو 5. يعني بتبلش من الطرف الاقرب للدوبل ليزون، بيطلع عندنا 4 ميتيل اكزان ان سان، اكزان ان سان. اذا عندي 2 تريبل ليزون بصير دي ان، يعني بنحقلنا نقول ديان. هلا بدل كلمة ديان حط دي ان، وبحال كانوا ثلاثة بهي الحالة شو بنسميه كمان؟ تري ان. قواعد هي ذاتها حرفيا. بننتقل للرياكتيفيتي شيميك، للرياكتيفيتي شيميك. أول فكرة بدنا نحكيها بهالرياكتيفيتي هي ديبروتوناسيون، هي دي بروتوناسيون. طيب هلا بالنسبه للدي بروتوناسيون شو في عندنا اشياء بدنا نحكيها؟ دي بروتوناسيون يعني راح بستعمل باز مع الألسين، يعني لازم يكون في عندي هيدروجين اسيد بقلب الألسين. في عندي نوعين من الألسين، عندي ألسين تيرمينال
يعني لما يكون في عندي على طرف هيدروجين وعلى طرف جروب R، وعندي ألسين أنترن لما يكون في عندي الطرفين هن عبارة عن جروب ألكيل. La déprotonation d'un alcyne nécessite un hydrogène terminal, ou autrement dit, un hydrogène acide. Pour cela, on a besoin d'un alcyne terminal. Lakan, الألسين تيرمينال هو قادر يعمل ديبروتوناسيون، أما الثاني ما قادر يعمل. هون بالألسين هذا الهيدروجين عنده كاركتر أسيد. ليش عنده كاركتر أسيد؟ علشان ليه أن أتوم إلكترونيجاتيف اللي هي كربون أس بي. ذكرتوها؟ هذا حكيناها بالشابتر رقم 2. الهيدروجين ليه أن أتوم إلكترونيجاتيف، فإذا بصير باور اون الكترون لكن، وبالتالي بصير في عنده كاركتر اسيد. لكن الهيدروجين بريزون دون لالسين تيرمينال، او في نسميه كمان الهيدروجين تيرمينال، اتان هيدروجين اسيد. il peut réagir avec une base forte. il peut réagir avec une base forte. شن انواع الباز اللي معقول يتفاعل معهم هالهيدروجين اسيد؟ انواع الباز يا صبايا وشباب هن التاليين. هن اميدور دو صوديوم، هذه اليوم بنسميها اميدور، او اميدور دو ليثيوم، او هيدا البرودوي الام جي هي مانيزوم، الار هي الكيل، الاكس هي الوجين. أورغانومانيزيان بنسميه أورغانومانيزيان، أو أورغانوليتيان هيدي ليثيوم، أو إدرير دو بوتاسيوم، وأشياء ثانية غيرها حتمرق معنا بالأعمال. من وين في عندهم هالكاركتر أسيد هو؟ هيدي هون أن أ بلس و أن أش دو موان، سيتيون باز فورت. أن أش دو موان سيتيون باز فورت. وبالار ام جي اكس، بالار ام جي اكس، الار بيحمل الشارج نيجاتيف، والجروب ام جي اكس بيحمل الشارج بوزيتيف. يعني الار موان هي عندها كاركتر بازيك فورت. ذات الشيء الار الموصول بالليثيوم عندها كاركتر بازيك فورت. وهون بالنسبة للكاش، الاش هون عنده كاركتر بازيك. ليه؟ ما الكا هي كا بلس، كا بلس، وبالتالي بما انه هيدي كا بلس لكن شو حتكون الهيدروجين؟ اش موان، كا بلس اش موان، لكن الاش هو عبارة عن باز فورت. لكن هون انواع الباز فورت وفي غيرهم. شو اللي بصير نحن معنا يا صبايا وشباب؟ باز فورت رياجي افيك الهيدروجين اسيد دون cette espèce qu'on appelle anion alcynyl. نسميها anion alcynyl. بشو بتتميز كبروبريتي هيدي الانيون alcynyl؟ طلع عندكم على الهامش، c'est un nucleophile fort و base fort. nucleophile fort و base fort. نيكليوفيل فور وباز فور. طيب لكن هيدا بتعطينا لكن الدي بروتوناسيون للالسين تيرمينال نيكليوفيل فور باز فور اللي هو انيون السينيل، اكيد اضافه لهيدي بتجي من ريكسون بين بي والاش. هلا بكل حاله شو بيطلع عنا؟ هلا انا بحال الالسين هو ذاته عملت عليه ريكسون انا مع كل انواع هيدا الباز، حيطلع الانيون السينيل هو ذاته حرفيا. بس الفرق الوحيد اللي بيفرق معنا هو طبيعه الكونتر ايون، هو طبيعه الكونتر ايون وطبيعه لو دوزيام برودوي فورمي. يعني مثلا ان اش دو موان
سهم تعطينا أرسنيل، زيت الشي الثاني، زيت الشي هون، زيت الشي هون، كلهم بيعطوني زيت طبيعة الإيون اللي هي أنيون أرسنيل، لكن بيختلفوا بالكونتر إيون. يعني مثلا بحال كان عندي الان ا ان اتش دوم 1 لكان بيكون في عندي الكونتر ايون ان ا بلس لكان، هون بتعطيني ال اي بلس، هون ام جي اكس بلس، هون ال اي بلس وكا بلس. وبالنسبه لطبيعه البرودوي سكوندير، هون الان اتش دوم 1 لما تتفاعل مع الهيدروجين شو بتعطينا؟ ان اتش 3 زيت الشي، هون هون ار مع اتش بتعطيني ار اتش، كمان ار اش، اش مع اش بتعطيني اش 2. طيب نحن هلا حتى سهل عليكم، انا هيدي البارتي ما بدي اياها، ما بدي تحكوني عنها الا بحال انا طلبتها منكم لحد هلا ولا مره طلبها منكم، ولا مره طلبها، ما بيهمني احكي عنها، بيهمني هيدي البارتي. حتى بهيدي البارتي بحال الكونتر ايون ما كتبتوه مش مشكله، حتى بهيدي البارتي الكونتريون بحال ما كتبتوه مش مشكل. يعني المهم اهم شيء تكتبوا لي الانيون ارسنيل اللي هو عباره عن نيكليوفيل 4 وباز 4. نعمل ابلكاسيون لكن على هالشيء اللي ذكرناه، شو بيطلع؟ اول اكزامبل هيدي ار ام جي اكس، هون اورجانومانيزيان، وين هو الباز فورت؟ هو السي 2 اش 5 موا. هل يا ترى في عندي هيدروجين تيرمينال على الارسين يتفاعل معه؟ في عندي هون مش راسه بس الكربون اسبي يعني بتحمل بعد هيدروجين، هون هيدروجين وتجي على الكربون تعطيني الانيون ارسينيل، وككونتر ايون في عندي الام جي بلس بي ار، ام جي بلس بي ار. طيب افترضوا هلا مثلا كان عندي انا هون، هلا عم اتذكر الملاحظه مرقت مره يمكن بالكونكور، عندي ميتيل يعني عندي ارسين انتر، شو بيكون الجواب؟ بيكون الجواب با دو رياكسيون، تعطيني با دو رياكسيون. اللي بعدها هون هلا طالبين مني كالي لو برودوي اوبتوني سويت على بريمير اي دوزيام ايتاب، يعني بعد الاثنين ايتاب هلا شو هو البرودوي اللي بحصل عليه. طيب نمشي نحن هلا بالجواب، هلا من هون بالنازل كل مرحله لحالها شو بتعطينا، كل مرحله لحالها شو بتعطينا. اول مرحله مع الان اش، انا اشتروا الان اشتروا ما بيهمني امره، هو عباره عن سولفون، الان اش هو عباره عن احنا حكينا هون كاش كاش، وانا اش هي ذاتها ستيون باز فور، تعمل دي بروتوناسيون لكن تعطيني ارسينيل مع الان ا بلس، بيرجع هيدا البرودوي دو لا بروميير ايتاب رياجي افيك ار بي ار، شو بتفاعل معنا وشو طبيعه التراكسون بالثاني مرحله؟ هيدا مثل ما حكينا نحن من شوي نيكليوفيل 4 وباز 4، يعني مثل مين؟ يعني تقريبا مثل الاش ام 1. يعني هلا انا بحال فكرت فيه كاس ان وكاليميناسيون، برجع انا هلا للتابلو لما كان عندي الكولون تبع نيكليوفيل 4 والباز 4، نيكليوفيل 4 وباز 4 مع ار اكس بريمير، ار اكس بريمير تعطيني اس ان 2، نيكليوفيل 4 باز 4 مع ار اكس بريمير تعطيني اس ان 2 لكان، اللي هي بتصير بالطريقة التالية: اتاك على الكربون وديبار للجروب بي ار. إذا نحن هون سميناه نفترض A، هيدا B، هيدا C، وهيدا D، أو حتى C والD كمان مش بحاجة إلهم. هون لكن بصير في عندي ليزون بين الـ A والـ B، هيدا الـ A تعمل ليزون مع الـ B، وأكيد في عندي C والD، C لو برودوي دو لا رياكسيون. قبل ما انتقل للفقره اللي بعدها للاكزامبل اللي بعده، تذكروا انت هيدا الاكزامبل عشان انا حكون بحاجه له هلا شويه تانية
لما احكي عن البريباراسيون دي زالسين، لاحظوا كيف انا حضرت ارسين، حضرت ارسين انطلاقا من ارسين تيرمينال، يعني انطلقت من ارسين تيرمينال وحضرت منه ارسين تاني زبت عليه شان. ذكروا هيدي هلا الرمارك اللي حكيتها لما نوصل لفقره البريباراسيون دي زالسين. الاكزامبل اللي بعده تريبل ليزون مع ان اش دوم 1 ان اكيفالون. حكينا يمكن قبل مره بعتقد عن موضوع الان اكيفالون او دوز اكيفالون. انا هون مثلا في عندي هذا الهيدروجين في يعمل دي بروتوناسيون، والهيدروجين الثاني في يعمل دي بروتوناسيون، اثنيناتهم هن عباره عن هيدروجين تيرمينال. في عندي باز فورت، اذا حطينا ان اكيفالون معناتها في عندي كميه كافيه للتفاعل مع هيدروجين واحد. راجعوا شابتر الالوجين والكان حاكي عن هالملاحظه هيدي. اما بحال حاطط اثنين اكيفالون او اكثر معناتها في عندي كميه كافيه للتفاعل مع الاثنين هيدروجين. طيب هون شو بيطلع عندي هلا باول حاله؟ ان اكيفالون هيدا ارسين تيرمينال مع باز فورت، شو بيعمل؟ بيعمل دي بروتوناسيون، بيعطينا هيدا الارسين تيرمينال. واضح؟ بيعطينا هيدا الارسين تيرمينال. طيب هلا هون يمكن الملاحظه ما كثير يمكن يفهموها البعض منكم. هون شو بتعطينا هون؟ لما يكون في عندي اثنين اكيفالون او اكسين، اكس يعني عندي اكثر من يعني عندي اكثر من اكيفالون واحد، فيكون اثنين ثلاثه اربعه، المهم يعني عندي كميه كيف للتفاعل مع اثنين. طيب هل يا ترى تعطيني هيدا البرودوي؟ عشان يمكن لو انا محلكم فكر تلقائيا انه اول اكيفالون بشيل اول اش والثاني اكيفالون بشيل ثاني اش، بيطلع عندي هيدا الانيون، هيدا الدي انيون. تنفكر نحن وياكم سوا هلا شو بصير معنا بحالة الاثنين اكيفالون لحتى نعرف اي هو الجواب الصح، اذا بتضلها مثل ما هي او بصير في عندي اثنين انيون. طيب بعد اول اكيفالون بنحصل على هيدا الاسباس، متفقين عليه. بعد منا هيدا الاسباس لما يتفاعل من جديد، لما ينوجد معي هلا عم بحكي هلا بحالة الدوز اكيفالون، بدوز اكيفالون اول اكيفالون تفاعل من اعطانا هي. هلا بعد في عندي اكيفالون ثاني ما استعملته وعندي بوج منه يعني بالمليو في عندي هذا الانيون. شو هي امكانيه التفاعل يا صبايا وشباب هلا بين هول الاثنين؟ شو هي امكانيه التفاعل بين هول الاثنين، بين اول واحد والثاني؟ بين اول واحد والثاني نحن قلنا هذا باز فورت بحاجه لهيدروجين اسيد لحتى يعمل له دي بروتوناسيون. اذا ما عندي هيدروجين اسيد بيكون الجواب هو با دو رياكسيون، صح او لا؟ طيب هون هلا هل يا ترى هذا الهيدروجين هو عباره عن هيدروجين اسيد؟ سيت هيدروجين اتاني هيدروجين اسيد تري تري فابل، اتان هيدروجين اسيد مي تري تري فابل ا كوز دو لا شارج نيجاتيف، بسبب الشارج نيجاتيف. ليش طيب الشارج نيجاتيف بخلي هذا الهيدروجين يصير عنده اسيديتي تري فابل؟ علشان شارج نيجاتيف شو معناتها؟ معناتها صار في عندي هذا الاسباس هو ريش اون الكترون، ريش اون الكترون، يعني بخلي هذا الهيدروجين يصير ريش اون الكترون. طيب الاسيد هو عباره عن شو؟ اذا برجع للديفينيسيون تعول الاسيد، نتذكر انه الاسيد هو كابابل دو دوني اش بلس او بيان كابابل دو كابتي دي الكترون. يعني شو معناتها؟ معناتها هو بيكون ريش او بيان باور، هو بيكون باور اون الكترون، بيكون شارجي بوزيتيفمون. واذا بترجعوا لشابيتر رقم 2
نحن بوقتها قلنا انه الكربوكاتيون هو عبارة عن شو اسباس اسيد. ليه؟ علشان هو كابابل دو كابتي دي زيلكترون داكسبتي دي زيلكترون. فاذا الاسيد هو بيكون ريش اون الكترون، عفوا الاسيد باردون بيكون بوفر اون الكترون، الاسيد بيكون بوفر اون الكترون. وهيدا الاسباس هون بما انه هو ريش اون الكترون لكن سيت هيدروجين ات ان اسيد تري تري فاب ne peut pas réagir avec NH2 moins alors on obtient ce produit. يعني هذا بيضل هو الزيت اللي حصلنا عليه بأول إطار. واضح؟ يعني احنا هلا استنتجنا انه لشارج نيجاتيف ديمينيو بوكو لاسيديتي، ديمينيو بوكو لاسيديتي. غير هيك انا بحالة طلعت في هذا الاسباس، هذا كربانيون والكربانيون هو باز مش اسيد. المهم انه هيدا الاسباس هو ريش اون الكترون، لكن هيدا الاسباس هو ريش اون الكترون، وبالتالي هيدا الهيدروجين عنده كاركتر اسيد تري 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 فاب ne peut pas réagir avec NH2- alors pas de réaction on obtient toujours le même produit qu'on a obtenu d'après la première étape. طب فيني فكر في حتى بطريقه ثانيه. طب افترضوا انه تفاعلوا مع بعضهم البعض، شو حتعطيني؟ حتعطيني هيدا الاسباس شيميك. شو مشكلته هيدا الاسباس شيميك؟ هيدا الاسباس شيميك هو تري زانستابل. مش تري ستابل، تري زانستابل. بوركوا؟ كار اون ا دو شارج نيجاتيف ا كوتي implique on a répulsion. لكن هذا الاسباس شيميك ما بيتكون معنا عشان هو très instable à cause de quoi? À cause de la répulsion entre les deux charges négatives qui sont à côté. لكن مش الحال هذه الفكرة أنا بعتبر. بعد ما وصلنا لفكرة اللي هي بتقول إنه la déprotonation pour une espèce chargée négativement pour une espèce chargée négativement est très difficile. La déprotonation d'une espèce chargée négativement est très difficile. انا حكيت هون عن اكثر من صيغه هون بالشرح لحتى برهن انه هيدا ما بيتفاعل معنا انا اش دو موان. لسبب هو انه بالامتحان بحال انطرح سؤال كيو سي اي مثلا وفي عندكم اكثر من فكره جستيفيكاسيون كونوا كل الافكار مرئين معكم. خلاصه لكن انه لا شارج نيجاتيف ديمينيو بكو لاسيديتي دو سيت هيدروجين الور سيت هيدروجين تري تري فاب سيت هيدروجين اسيد تري 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 فاب نو با رياجير افيك ان اش دو موان. بيطلع الجواب هو هيدا مش الثاني. الفقره اللي بعدها بريباراسيون ديز ارسين. في عندي طريقتين بحضر فيها الارسين، يا اما ابارتير دان ارسين تيرمينال، يا اما ابارتير دان ارسين تيرمينال. يعني بيكون في عندي ارسين تيرمينال بعمل له دي بروتوناسيون بالباز فورت، بيطلع عندي انيون ارسينيل، وبعد منه بعمل اس ان 2 مع ار بريم اكس بحصل على ارسين تيرمينال يلي هي يا صبايا وشباب هذا اللي مرق معنا الاكزامبل من هول. قلت لكم تذكروه مشان بعدين. حضرنا ارسين انطلاقا من ارسين تيرمينال، اول مرحله كانت دي بروتوناسيون والثاني مرحله كانت عباره عن اس ان 2 اس ان 2. ثاني طريقه هي ابارتير دو دي الوجينو الكان. بين من الاسم انه حننطلع مش من الوجينو الكان، من دي الوجينو الكان. يعني برودوي في عندي بقلبه اثنين الوجين، اثنين الوجين، وحكون في عندي هلا هون حتلاحظوا كميكانيزم هون مرتين اي دو، مرتين اي دو. هون لكن شو بيصير معنا بالنسبه للدي الوجينو الكان لحتى يعمل مرتين اليمينيسون اي دو ويعطينا ارسين
لازم يكون في احتمالين، اذا كانوا الاثنين هالوجين على الكربون هو ذاته لازم يكون في عندي اثنين هيدروجين حد منهم، واذا كانوا على اثنين كربون حد بعضهم البعض لازم يكون في عندي اثنين هيدروجين هون. واضح؟ لكن منبلش لازم يكون في عندي انا حد الاثنين هالوجين، لكن اثنين هيدروجين، حد الاثنين هالوجين لكن يكون في عندي اثنين هيدروجين. هلا حنشوف نحن هيك سوا ليه. لكن هيدا عباره عن دي هالوجين والكان. وقبل ما انسى، هيدا البرودوي نحن بنسميه برودوي جيمينال. لما يكون عندي الاثنين هالوجين على الكربون هو ذاته بنسميه برودوي جيمينال، ولما يكونوا الاثنين هالوجين على اثنين كربون حد بعضهم البعض بنسميه برودوي في سينال. بيكون برودوي في سينال. لكن الدي هالوجين والكان في يكون جيمينال وفي يكون في سينال. لكن كيف بيصير عندي بكل حالة الفورماسون للألسين؟ بحاجة لباز فورت اللي هو عبارة عن الأميدور دو صوديوم، الأنأش دوموال. الأنأش دوموال لكن أول إكيفالون منه، أول إكيفالون منه رح أكتبه هون أفضل عشان حنعمل إحنا A2، بيعمل دي بروتوناسون للأش B، رح محي هون أفضل هلا حتعرفوا ليه. لكن NH2 موان لكن منشيل فيه H، منكون دوبل ليزون ومنشيل البئر اللي بتكون انتي بارالل مع الهيدروجين. مثل العاده لما كنا نحكي على الA2 لازم يكون الH والبئر انتي بارالل بحالة كرام. بيطلع عندي هيدي الدوبل ليزون لكن، وعليها مثل ما انتم ملاحظين الار والاش والار والبئر، والاش والبئر الباقيين حيطلعوا معي اكيد ان كمان انتي. هون هلا انا بحال استعملت اكيفالون تاني من الان اش دو موان لكن كمان فيني اعمل اي دو بالطريقه التاليه، بده يكون انتي بارالل كمان هيدي اي دو لكن، وبحصل على الالسين. مثل ما انتم لاحظتوا طلعت من ديالوجين والكان وعملت مرتين A2 لكان واستعملت الباز فورت لحتى احصل على هيدا الالسين اللي معكم اياه هون. نحن بالامتحان، بالامتحان اذا حطيت ان ايكيفالون من الان ان اش دوم 1 بهي الحاله بتوقفوا وين؟ بتوقفوا عند الألسين، على الألسان عفوا، بتوقفوا عند الألسان. إذا حاطط ان إكيفالون بتوقفوا عند الألسان. طيب افترضوا أنا هلا حطيت لكم دو إكيفالون، إذا حاطط دو إكيفالون من الأن أ أن أش دو، معناتها دغري بحول هيدا بيكون مطلوب مني الألسين لكان بهالطريقة. كيف انا بستنتج الالسين بدون ما افكر بهيدا انا وعذب حالي في اعمله ونستنتج منه الالسين؟ اثنين بئر وحد منه اثنين هيدروجين، اقطعوا الاش والبئر واقطعوا الاش والبئر حط محله تربل ليزون. كثير سهله ما بدها شيء، مش مطلوب منها الميكانيزم. زيت الشيء بحال كان في سينال لكان، هيدا الاش مع هيدا البئر انتي بارالل، وبرجع زيت الشيء اش مع بئر انتي بارالل. إذا حطينا اثنين إكيفالون لكان منشيل اثنين أش، منشيل اثنين بئر ومنركب تريبل ليزون بين هول اثنين كربون. تريبل ليزون بين هول اثنين كربون. فكرة اللي بعدها. هيدروجيناسيون. الهيدروجيناسيون. بما انه في عندي تريبل ليزون
في عندي نوعين من الهيدروجيناسيون، توتال وبارسيال. شو الفرق بيناتهم؟ بالهيدروجيناسيون توتال الاثنين بي بيتفاعلوا، اما بحاله الهيدروجيناسيون بارسيال بي وحده بتتفاعل. الهيدروجيناسيون توتال الرياكتيف الزمين اللي قالها هن مثل العادي H2 بحاجه لاثنين اكيفالون، وحتى لو ما حطيناه مش اشكال، وكاتاليزر يكون يا بلاتين يا اما بالاديوم يا اما نيكل، مثل الهيدروجيناسيون اللي عملناها بالارسن تماما، هي ذاتها مع اثنين اكيفالون. هلا هي فعليا نحن بعد اول اكيفالون بحصل على الارسن دوبل ليزون، والاكيفالون الثاني بيحول الارسن لشو؟ لا الكان. ولكن بما ان الارسن فورمي تري رياكتيف ما حنقدر نعمله سيباريسون دغري، بتحول لالكان. المهم لما يكون في عندي هيدي الكونديسيون، معناتها في عندي هيدروجيناسيون توتال من قيمة 2 بي، نحط محلها H و H. هيدروجيناسيون توتال. هلا هيدروجيناسيون بارسيال، بارسيال شو معناتها؟ يعني رح شيل بي وحده، يعني رح احصل على دوبل ليزون. طيب بالدوبل ليزون فيها تكون سيس وفيها تكون ترانس. فيها تكون سيس وفيها تكون ترانس. في عندي طريقتين يا صبايا وشباب. في عندي طريقه تعطينا السان سيس، في عندي طريقه تعطينا السان ترانس. هون هلا بهي الحاله اذا الرياكتيف هو عباره عن هيدروجين بوجود بالاديوم ديزاكتيفي، اللي انا فيني اسميه كاتاليزر دو ليندلر، كاتاليزر دو ليندلر، او حتى فيني اسميه كمان بس ليندلر. لكن الهيدروجين بوجود البالاديوم ديزاكتيفي، يعني فيني اكتب بالاديوم ديزاكتيفي، فيني اكتب كاتاليزر دو ليندلر، وفيني اكتب بس ليندلر. هيدي الكونديسيون تعمل هيدروجيناسيون بارسيال، بتحول التريبل ليزون لدوبل ليزون، وبكون في عندي ألسان سيس. ألسان سيس. الطريقة اللي بتحول لي للترانس هي لما يتفاعل مع الصوديوم ميتاليك بحاجة لاثنين إكيفالون، وبحال ما حطيناها مش مشكل، بوجود الآن أشتر والكيد، هاي ضروري اكتبها. هلا بحال ما حطينا الليكيد كمان مش مشكل. لكن صوديوم ميتاليك دون لامونياك ليكيد بطريقه معينه مش مطلوبه منا الميكانيزم، نعمل هيدروجيناسيون بارسيال، يعني نشيل بي وحده، وبكون عندي انا بهالحاله الترانس، بكون عندي الترانس. هيدا لكن الطرق للهيدروجيناسيون توتال وبارسيال، بنعطي اكزامبل عليها. لاحظوا البرودوي هو ذاته عملت عليه توتال بارسيال وبارسيال. هيدروجيناسيون توتال شو بنعمل؟ بنشيل 2 بي بنحط محله هيدروجين. هلا اللي بتضيعوا يمكن بالفورم سامبليفي اذا ضيعتوا، اذا هيدي ا هيدي بي، هياها هيدي ال ا وهيدي البي، قطعنا الاثنين بي وحطينا محلهم سي اش 2 وسي اش 2، واكيد البرانش اللي حوالين اش 2 مع بلاديوم ديزاكتيفي او ليندلر، يعني مش بالضروره اكتب الاثنين، فيني اكتب واحده منهم. فاذا بهي الحاله شو بيصير معي؟ هاي التريبل ليزون بتصير دوبل ليزون، اكيد البرانش بضلوا هن ذاتهم، ولكن اديسيون سيس للهيدروجين. صوديوم دون لامونياك ليكيد السان ترانس، سهل وما فيها تعقيدات. اديسيون الكتروفيل، اديسيون الكتروفيل. اول فقره هلا بالاديسيون الكتروفيل هي اديسيون دو اش سي ال اي دو اش بي ار. بعطي الرياكسيون جنرال مباشره،
c'est une réaction selon Markovnikov. وبما انه في عندي 2 بي معقول يتفاعلوا معنا هون حيكون في عندي فرق بين انه حط ان ايكيفالون او دوز ايكيفالون. يعني ان ايكيفالون تفاعل مع بي وحده، 2 ايكيفالون تفاعل مع 2 بي. بالنسبه لان ايكيفالون فين نحط؟ طيب بهالطريقه اكتب ان ايكيفالون، فين نحط ان مول، فين نحط ان فوا، وبحال ما حطينا شيء فاذا بعني فيها ان ايكيفالون. دوز ايكيفالون فين نحط دوز ايكيفالون 2 مول، في نحط اكس اي، في نحط دو فوا اش اكس. شو بيطلع عندي بكل حاله من الحالتين؟ سيلون ماركوفنيكوف اون اديسيون لالوجين اي ليدروجين مثل العاده، الالوجين فا سور لو كربون لو بلوس سبستيتوي، والهيدروجين فا سور لو كربون لو موان سبستيتوي. سور لو كربون لو موان سبستيتوي. وان ايكيفالون شو معناتها؟ يعني بكسر بي وحده، فاذا هيدا بيجي عليه الوجين وهيدا بيجي عليه هيدروجين، بيطلع عندي هيدا البرودوي اللي انتم شايفينه قدامكم اللي هو السان. هون نحن هلا هيدي الدوبل ليزون يا صبايا وشباب، اذا كان عندها امكانيه سيس وترانس بتكون عباره عن ميلونج من سيس وترانس وبكون ترانس ماجوريتي. هلا هيدي نصورنا اياها، هلا بنرجع لها نصور. طيب بحال في عندي 2 ايكيفالون ماركوفنيكوف دائما، ولكن بدل ما اضيف الوجين واحد بضيف 2 الوجين على الكربون البلوس سبستيتوي و2 هيدروجين على الكربون لو موان سبستيتوي سلوم ماركوفنيكوف، وبكسر بهالحاله كم بي؟ بكسر 2 بي، بكسر 2 بي، 2 هالوجين 2 هيدروجين. بيطلع عندي مثل ما انتم ملاحظين هذا البرودوي اللي حطينا عليه 2 هالوجين على الكربون البلوس سبستيتوي و2 هيدروجين. وهون لكن بتلاحظوا انه بهي الحاله بالاثنين ايكيفالون اون اوبتيان توجور ان برودوي جيمينال، يعني عندي 2 هالوجين على الكربون هو ذاته. شو نحن اللي صار معنا فعليا بالاثنين ايكيفالون؟ اللي صار معنا بالاثنين ايكيفالون يا صبايا وشباب انه بعد اول ايكيفالون حصلنا على الالسان، بعد اول ايكيفالون وبعد من الالسان فورميت تفاعل مع الايكيفالون الثاني. بالايكيفالون الثاني الالوجين بيروح دائما على الكربون اللي راح عليه اول الوجين، لكن لما نضيف ثاني ايكيفالون الالوجين فا توجور سور لو كربون كي بورت لو بروميي الوجين، واكيد الهيدروجين بالعكس. بيطلع عندي هون برودوي جيمينال. يعني هلا اذا بدكم في عندكم ثلاث انواع رياكسيون هون، لكن فيني احط انا ان ايكيفالون، فيني احط لكن كومبليتي هون بيطلع عندي هذا الشيء اللي معكم اياه في هيدي الرياكسيون لكن، وفي هيدي الرياكسيون، وكمان في عندكم هيدي الرياكسيون بحال حطيت السان انا السان وعندي على الدوبل ليزون الوجين مع اش اكس، لكن تذكروها دغري انه اونوبتيان انا برودوي جيمينال. حاطط انا هون اكزومبل لكن على هالشيء هذا اش سأل ان ايكيفالون اش سأل دوز ايكيفالون سلوم ماركوفنيكوف سأل هون هيدروجين، بيطلع عندي هيدا. هيدا الالسان ما عنده امكانيه سيس وترانس وبالتالي بضله مثل ما هو، يعني عندي اياه بالاسباس عباره عن برودوي واحد. دوز ايكيفالون معناتها لكن بدل ما احط على كل كربون بهالحاله لكن حط على هيدا الكربون 2 Cl وعلى هيدا الكربون 2 H وبكسر شو لكن 2 P، بيطلع عندي CH3 C 2 Cl مع CH3 HBr. هلا زدت شو بس عم نوع انا بحط محل ايكيفالون ايمول بس زدت الفكره. هون بهي الحاله
الاثنين كربون مثل بعضهم البعض، تنقل الكربون اللي بدكم اياه، تنفترض راحت على الكربون اللي هون بقر وعلى الكربون اللي هون هيدروجين. هون مثل ما انتم ملاحظين الدوبل ليزون في عنده امكانيه سيس وترانس، وبالتالي بالاسباس هيدي عباره عن ميلانج من سيس وترانس والترانس ماجوريتي. اذا حطينا اثنين ايكيفالون بنحط على هذا الكربون اللي حيطلع معي جيمينال 2 بقر وهذا الكربون 2 اش. اخر اكزامبل عندي دوبل ليزون وعليها مباشره الوجين والتفاعل هو مع اش اكس، فاذا الالوجين فاسر لو كربون كي بورت لو بريمير الوجين ونوبتيان ان برودوي جيمينال. On obtient un produit géminal. Addition de Br2 Lacan, Fakar al-Libada. Ma Br2. Mettel ma sar ma'na bi halte l'alsan harfiyan, n'hki hon. C'est une addition anti. C'est une addition anti. Ou hon kamen. حسب اذا بحط اكيفالون واحد او اثنين اكيفالون، اذا اكيفالون واحد لاحظوا بكسر بي وحده وبحط اثنين بار اونتي. بحط اثنين بار اونتي. بحال كملت انا هلا وضفت اكيفالون ثاني على البرودوي اللي حصلت عليه بعد اول اكيفالون. بكسر البي الثاني وبنضاف عليها بار وبار. نحصل على كربون كربون وعليهم أربعة بئر. خلاصة يا صبايا وشباب بالامتحان إذا أجيكم أن إكيفالون لكان بتوقفوا هون. إذا حطيت دوز إكيفالون ما بدي شيء نهائيا، شو بتعملوا؟ تقطعوا الاثنين بي حطوا بئر على الأربعة. حطوا بئر على الأربعة. اكزامبل هون على تطبيق حرفي ان اكيفالون دوز اكيفالون، هيدي بالنسبه لنا هي عباره عن سولفون ما كثير بيهمني امرها. لكن يلي صار معنا مع ان اكيفالون لاحظوا بقطع بي وحده وبحط الاثنين بي ار ترانس مع اثنين اكيفالون، هيدي موقع الدوبل ليزون، بقطع الاثنين بي وبحط الاربعه بي ار. وبحط الأربعة بئر. واضح؟ هون بأول حالة بدي أحط اثنين بئر أنتي، أما بالثاني حالة بكون في عندي أربعة بئر حطوهم بالطريقة اللي بدكم إياها. ما في عندي فرق، ما في عندي لا أنتي ولا شيء، كله مثل بعضهم البعض. إيدراتاسيون. إيدراتاسيون. بعدنا دائما ضمن الأديسون إلكتروفيل. هي الفكرة مهمة. هي واللي بعد اللي هن شبهين بعضهم البعض. الألسين بيعمل إدراتاسيون ولكن بحالة الألسين أنا بحاجة لكاتاليزر اللي هو سلفات دي ميركور. سلفات دي ميركور هيدي عبارة عن ميركوري. فيني اكتبها بهي الطريقة HgSO4 وفيني احطها Hg دو فوا بلس. فين احط اش جي دفوا بلس. شو بصير في عندي بحاله الادراتاسيون؟ سيت اون رياكسيون كي سو في سيلون ماركوفنيكوف. سيلون ماركوفنيكوف كاسكون اوبتيان. هيدي المجموعه تعطيني او اش وهيدروجين. او اش هو النيكليوفيل فاسر لو كربون لي بلوس سبستيتويي، والهيدروجين هو الكتروفيل فاسر لو كربون لو موان سبستيتويي. وعم نكسر بي وحده. نكسر بي وحده. شو بحصل انا هلا بعد ما اكسر بي؟ اكيد لو اش حتروح لكان على الكربون لهون، الهيدروجين على الكربون لهون، وبكسر بي وحده بحصل عدد البرودوي اللي قدامهم. هون بدي ارجع فيه معكم للمحاضره الاولى اللي اعطيتكم اياها. لما حكينا عن شيء اسمه توتوميريزاسيون للمذكر.
فوتوميريزاسيون نحن حكينا عنها بوقت رح نذكر فيها، هي بحال في عندي كربونيل وحد منه هيدروجين، بصير في عندي إمكانية توتوميريزاسيون، الهيدروجين بتروح على الأو والبي بتجي بين الكربون والكربون، بحصل على فورم هو عبارة عن فورم إينول COH اللي هو الفورم إينول. قلنا نحن بوقتها سريعا وسريعا جدا إنه هول اثنين فورم هن التوتومير حصلوا نتيجة إكليبر شيميك اسمه توتوميريزاسيون، وهول اثنين فورم بين بعضهم البعض لا فورم لا بلو ستابل سي لا فورم كربونيل، عشان هيك بيكون الاكليبر دي بلاستي بتيجي. طيب عم بحكي عن هيدي تذكر لقول التالي، معناتها لك انا هلا اللي تكون معي هيدي عباره عن انول، هيدي عباره عن انول، الانول بيعمل توتوميريزاسيون بتحول لكربونيل. طيب بما انه لكن هون في عندي انا توتوميريزاسيون، هون من هو الفورم اللي حكتبه هو الفورم لا بلو ستابل بالتوتوميريزاسيون، الانول لما يعمل توتوميريزاسيون بتحول لكربونيل والفورم كربونيل هو البلو ستابل، لهالسبب هيدا بتحول مباشره للفورم كربونيل كي لا فورم لا بلو ستابل. كيف نحن نستنتج الفورم كربونيل انطلاقا من الانول؟ ما بديش الاحظه البي شايفينها برجع على الكربونيل وبرجع الهيدروجين مطرح ما كان، لكن الانول فورمي سي ترانسفورم رابيدمون اون كربونيل كي بلو ستاب، فزوه بهذه الطريقه انه برجع البي للكربونيل وبرجع الهيدروجين مطرح ما صار في عندي فراغ، بيطلع عندي هذا الفورم اللي هو بلو ستاب، عشان هيك السبب السهم بيتجهه. طيب بالامتحان وبالكونكور كيف نحن بنعرف امتين نحن بنوقف عند اول برودوي وامتين نحن بنوقف عند ثاني برودوي، يعني امتين نحن بنوقف عند الانول وامتين بنوقف عند الكربونيل، امتى بنوقف هون وامتى بنكمل لهون؟ افترضوا انا كاتب ألسين وحاطط بعد منه حرف واحد وطالب كومبليتي، اكيد انا هون بهاي الحاله بعني فيها انه بدي لفورم لبلوس تاب وبالتالي بدي الفورم كربونيل، ما بيهمني هيدا. طيب في طريقه ثانيه طرح السؤال، يمكن لكم انا بالامتحان هذا مرقت مره بالكونكور، حط حرف هيك وبعد منها حط هالشكل هيدا، اكيد يعني حاستنتج هون سريعا انه مطلوب مني ارسم الاثنين فورم الانول والكربون، لكن حيكون السؤال واضح حيبين معنا دغري كيف نحن شو لازم نكتب اذا الفورم انول او الفورم كربونيل. هل يا ترى بحال كان مطلوب مني انا الفورم كربونيل مباشره، هل في طريقه بحول فيها الألسين لكربونيل بينه وبين حالي بدون ما اضيع وقت ارسم الانول؟ فيني. نحن اللي صار معنا يا صبايا وشباب هون حطينا او اش على الكربون بلس سبستيتيو وحطينا هيدروجين هون وكسرنا كم بي؟ كسرنا بي وحده، كسرنا بي وحده. طيب انا بحال بدي الكربونيل دغري شو بعمل؟ دائما بفكر بماركوفنيكوف، لكن بدل ما بحط الاو اش بحط الدوبل ليزون او، بدل ما احط اش بحط 2 اش وبكسر بهي الحاله 2 بي، لكن سلوم ماركوفنيكوف بقطع 2 بي بتكون معي كربونيل على الكربون البلوس سبستيتويه وسي اش دو على ثاني كربون. هذه بحال انا بدي طريقه ارسم من خلالها مباشره الفورم كربونيل. لاحظ انا هلا هون بحال طبقتها، هون في عندي كربونيل وهون في عندي 2 اش، محيت ال 2 بي، محيت ال 2 بي، صار في عندي بس سيجما شايفينها، وحطينا على هيدا الكربون كربونيل هي، وحطينا على الكربون الثاني 2 اش هي، وصار 16 رواه عشان في عندي اشحد منه. نعطي اكزامبل عليها لك، كومبليتي
H2O, H2SO4, يعني H بلس يعني, و HG2 فوا بلس يعني سلفات دي مركيور 2. هون ما عندي فرق بين اول والثاني برودوي, ما عندي فرق بيناتهم, عفوا بين اول والثاني كربون, فبتنقوا الكربون اللي بدكم اياه بتحطوا عليها واش. تنفترض ان حطينا واش هون وحطينا اش على ثاني ميلي, لاحظوا بنحطهم وبنكسر بي وحده بيطلع عندي هيدا سي اش 2 مع سي او اش. مطلوب مني الكربونيل بهالشكل هيدا, برجع البي للكربونيل والهيدروجين مطرح ما صار في عندي فراغ بيطلع عندي هذا الفورم اللي هو بلس ستار. وكمان هون يا صباشي انا بحال بدي الفورم كربونيل دغري من هون, قلت بحط 2 اش وبحط كربونيل وبشيل 2 بي بيطلع عندي هذا الفورم. الفقرة اللي بعدها هيدروبوراسيون سويفي بار هيدراتاسيون بار اوكسيداسيون سويفي بار اوكسيداسيون. هيدي حرفيا مثل الهيدراتاسيون ولكن انتي ماركوفنيكوف. انتي ماركوفنيكوف مثل ما هي الهيدروبوراسيون كانت انتي ماركوفنيكوف بالألسان, هي كمان انتي ماركوفنيكوف بالألسين. وزيت الشي هون حيطلع عندي OH وهيدروجين, ولكن الـ OH حتروح على الكربون الموان سبستيتويه وهيدا حيروح الهيدروجين على الكربون البلوس سبستيتويه. بيطلع عندي هون هيدي OH وهيدي هيدروجين, طلع وكسرنا بي وحده بيطلع عندي هالفورم هيدا اللي هو عباره عن فورم انول, هو عبارة عن فورم انول اللي بدوره اكيد بتحول رابيد مون لفورم كربونيل لفورم لبلوس تاب لفورم لبلوس تاب. بيطلع عندي ساش بتصير ساش دو هون, واكيد البي بتصير سيجما, و سو اش بتصير كربونيل. كمان هون انا بحال بدي البرودوي كربونيل مباشرة شو بعمل؟ بكسر الـ 2P وبحط كربونيل مطرح ما كان بدي احط OH و 2H مطرح ما كان بدي احط H وحده, يعني بكسر 2P بحط كربونيل من ميلي و 2H من ميلي تاني. نعطي اكزامبل لكان هون بهالحالة. هون رح حلو هلا بالطريقة السريعة انه مطلوب من الفورم كربونيل دغري حتى نتعود عليه عشان اكتر شي بتنطرح. اول واحدة اذا بتلاحظوا حاطت البرودوي هو ذاته بالحالتين حتى اعمل مقارنة. هيدا اللي هون لكان هيدروبوراسيون سويفي بار اوكسيداسيون هي انتي ماركوفنيكوف. قلنا اذا بدنا البرودوي كربونيل مباشرة بكسر الـ 2P بكسر 2P مطرح ما كان بدي احط انا OH بحط كربونيل, مطرح ما بدي احط هيدروجين بحط 2H. لاحظوا هي هون ال 2H لكان هون وكربونيل هون, وهيدي اكيد صارت سيجما. هلا بحال عملنا هيدراتاسيون وكمان هون ما في عندي كربوكاتيون فكر فيه بالري ارانجمون بحاله الالسين زيت الشيء, ولكن حط هون كربونيل على البلوس سبستيتويه وبحط 2H على الكربون الموان سبستيتويه وبقطع 2P. لاحظوا بحصل على كربونيل مع 2H وهيدي بتصير سيجما, هاي بتصير سيجما. نيجي هلا للي بعدها اديسيون راديكالير. طلعنا احنا هلا من الاديسيون الكتروفيل. الاديسيون الكتروفيل كان باراجراف 4 مع متل الفرعات عنا.
هلا الباراجراف 5 اديسيون راديكالير اديسيون راديكالير دو كوا دو اش بي ار دو اش سي ال كمان هون شبيهه جدا باللي مرقت معنا بحاله الارسان لما ضفنا الاش بي ار بالكونديسيون راديكالير يعني مع اللوميير والبيروكسيد ستان ميكانيزم راديكالير ستان ميكانيزم راديكالير هي اول نقطه انتي ماركوفنيكوف انتي ماركوفنيكوف قبل ما كفي مبدئيا نحن بشكل عام بالسنه الاولى اللي هن بيكونوا انتي ماركوفنيكوف هن نوعين الايدروبوراسيون والاش اكس راديكالير يعني مع اللوميير والبيروكسيد هودي بيكونوا انتي ماركوفنيكوف بالارسان وبالارسين احفظوه بالارسان وبالارسين الايدروبوراسيون والاش اكس راديكالير بيكونوا انتي ماركوفنيكوف فاذا هون ميكانيزم راديكالير لكن بينما بحال نحن اللي مرقت ما هو ميكانيزم راديكالير اللي مرقت معنا من شوي نحن بالمحاضره لما كان عند الاش اكس لحاله هون بدون كونديسيون راديكالير كان عباره عن ميكانيزم ايونيك كان عباره عن ميكانيزم ايونيك وكان سلون ماركوفنيكوف مثل ما شفناها نحن هيك سوا لكن شو بيطلع عنا هون هي انتي ماركوفنيكوف كمان حسب اذا اكيفالون واحد او اثنين اكيفالون واحد تجي الاش على الكربون اللي بلوس سبستيتيو والبي ار على الكربون اللي موان سبستيتيو بقطع بي وحده مثل ما حكينا من شوي بيطلع عندي دوبل ليزون على اش وبي ار انتي ماركوفنيكوف اذا كان عنده امكانيه سيس وترانس بيكون ميلانج من سيس وترانس والترانس ماجوريتي حرفيا اللي حكيناه من شوي حرفيا واذا اثنين اكيفالون شو بنعمل قلنا نكسر الاثنين بي وبما انه هي انتي ماركوفنيكوف عشان في عندي الكونديسيون راديكالير عندي اثنين اكيفالون لكن هون هي كونديسيون راديكالير انتي ماركوفنيكوف على الكربون البلوس سبستيتويه بحط 2 اش وعلى الكربون الموان سبستيتويه بحط 2 بي ار On obtient toujours un produit géminal. Produit géminal. عشان في عندي الاثنين بقار على الكربون هو وزيته. Produit géminal. بحصل لكن مثل ما انتم شايفين على سير سيجما عشان كسرت الاثنين بي وهون اثنين اش حطينا وهون حطينا اثنين بقار. ستان Produit géminal. هيدا لكن كان هلا اكيد هون انا بقول بهالحاله انه البي ار بتروح لوين على الكربون لموان سبستيتويه او القاعده العامه اللي هي بتقول لي سير لو كربون كي ستابيليز موان لو راديكال يستابيليز موان لو راديكال وبرجع بذكركم انه الانتي ماركوفنيكوف نوعين اللي هن ايدروبوراسيون سويفي بار اوكسيداسيون والنوع الثاني اللي هو الاديسيون دو اش اكس راديكالير بالارسان وبالارسين فكر اللي بعدها ستة هي اوزونوليز اوزونوليز لكن للارسين هون اسهل من الاوزونوليز للارسان ليه عشان بالارسان كان في عندي انا حسب ثاني مرحله اذا هي كانت ريدكتر او اوكسيدون كل المرحلة إلها تصرف معين هون لا هون في عندي أوتروا دولو بكل حالة بستعمل أوتروا وبتاني مرحلة بستعمل إيدروليز ما في عندي لا أكسيدون ولا ريدكتر يلي بيصير معنا يا صبايا والشباب هون مباشرة لما يكون في عندي أرسين مع أوتروا وبتاني مرحلة أش دوزو يعني عم يعمل أوزونوليز بكسر التريبل ليزون بالنص وهيدا بتحول لأسيد وهيدا بتحول ل كمان اسيد واضح يعني هيدا الكربون ا هيدا الكربون ب الا بيصير جروب اسيد والبي بيصير جروب اسيد هيدي هي بكل بساطه طيب بحال كان في عندي ارسين تيرمينال عمل اوزونوليز عمل اوزونوليز الا
تتحول لأسيد. أما البي اللي هو الكربون اللي حامل هيدروجين تيرمينال بتحول ل CO2، بتحول ل CO2 لكن ليه؟ علشان هيدي هون لما تتحول لأسيد حتعطيني CO OH، وهون الاش حتعمل كمان هتحول لاش تعطينا هيدا البرودوي اللي هو انستابل كي سي ديكومبوز كي سي ديكومبوز اون سي او 2 اش دي زو. لكن هيدي بس ملاحظة على الهامش، لكن انه الهيدروجين تيرمينال لما يعمل اكسيد اوزونوليز عفوا بتحول لهيدا يلي هو اسباس انستابل كي سي ديكومبوز بوردوني سي او 2. يعني من الاخر خلاصه، لما يكون في عندكم على التريبل ليزون على الالسين هيدروجين تيرمينال وعم تعملوا اوزونوليز، هيدا الكربون اللي حامل هيدروجين تيرمينال بصير سي او 2. هلا هيدا منه برودوي اورجانيك، وبالتالي انا بالامتحان يمكن احط لكم بهي الحاله بعد الاي بي احط لكم حرف واحد. فبهي الحاله اذا حاطط حرف واحد معناته اكيد يعني فيها الار سي او او اش، ار سي او او اش. نعطي اكزامبل عليها اوزونوليز لارسين انتر، نقطع بالنص هيدي الا بتصير اسيد وهيدي البي بتصير كمان اسيد. يعني الكربون هيدا هو ذاته مش بحط حد منه كربون تاني، وكمان البي بصير اسيد. تيرمينال مثل ما حكينا اذا هيدا ا وهيدا بي تقطع بالنص هيدا الكربون A، شايفينه هيدا الكربون A بصير أسيد لكن، شايفين هي هيدا الكربون A بصير أسيد. وبعد منا موصول ب 1 2 3 وهيدا الكربون B بصير CO2.